طيب نكمل. دلوقتي في معظم المسائل بيديني الجي تي او سولار الراديانس بالميجا جول بير متر سكوير، مش بيديها لي بوحده الباور وات، بيديها لي بوحده الانرجي. طيب انا ده بيبقى رقم جيفن عندي في المساله، الجي تي ده مش عارفه اعمل فيه حاجه، فمضطره اظبط كل الكيوهات اللي عندي في المساله عليه. يبقى انا هخلي الكيو يوسفل والكيو لود والكيو لوسز كلهم وحدتهم وحده انرجي اللي هي ميجا جول، اللي هي نفس وحده الجي تي. طيب ده هيتعمل ازاي؟ وعلى فكره ده اللي غالبا بيحصل يعني في المساله، يعني نادرا بنستخدم الصوره اللي هي اللي في الاول بتاعه الوقت دي. الكيو يوسفل هتكتب القانون بتاعهم عادي، اريا كولكتر في الاف ار، جي تي في التاو في الالفا. الجزء الاولاني ده بيعبر عن الابزوربد انرجي. طيب الجي تي جيفن ميجا جول بير متر سكوير، هضربها في الاريا تبقى ميجا جول. طبعا الاف ار والتاو الالفا مالهمش يونت، يبقى انا الجزء الاولاني ده وحدته ميجا جول، فلازم الجزء بتاع اللوسز هو كمان تبقى وحدته ميجا جول. طيب هو اصلا اللوسز كانت عباره عن ايه؟ عباره عن اليو ال في التي اس باور ان ماينس تي امبيانت. الترم ده يطلع لي الوحده بتاعه اللوسز وات لما تتضرب طبعا في الاريا، يعني انا مش عايزاها وات، انا عايزاها ميجا جول. عشان اروح من وات لجول هضرب في التايم. ايه التايم اللي انا هضرب فيه؟ التايم انترفال او التايم ستيب اللي هو هيقول لي عليها في المساله. غالبا التايم ستيب دي بتبقى ساعه، لكن ممكن تبقى اقل على حسب، يعني هو هيقول لي، هيحدد لي في السؤال انا هدرس درجه حراره التانك كل قد ايه. فالديفولت بتاعي ساعه، لان الافيلبل داتا للجي تي بتبقى موجوده كل ساعه، فاحنا بندرس كل ساعه. فهضرب في التايم ستيب، لما اضرب في التايم ستيب يبقى انا كده حولت من وات لجول، وبعدين هقسم على 10 باور 6 عشان اخليها ميجا جول عشان ينفع اطرحها من الترم بتاع الابزوربد انرجي. ده كده التعديل اللي حصل في الكيو يوسفل. طب الكيو لود نفس الكلام. الكيو لود كان ايه؟ كان عباره عن ام دوت لود في السي بي في الدلتا تي، ده بيطلع لي الكيو لود بالوات، انا عايزاه يبقى بالميجا جول. فهضربه الاول في التايم ستيب اللي هي 3600 ثانيه لو كانت كل ساعه يعني، واقسم على 10 باور 6 علشان اخليها ميجا جول. اللوسز نفس الكلام برضو، كانت يو في الاي في الدلتا تي، هتبقى يو في الاي في الدلتا تي في التايم ستيب على 10 باور 6. يبقى انت كده خليت الثلاثه كيو اللي عندك في المساله كلهم بالميجا جول. طيب انا عايز احسب بقى تي اس باور ان بلس 1، اصلا الغرض من الدرس كانت كان الايكويشن بتاعته في الاول عباره عن الثلاثه كيو مطروحين من بعض مضروبين في الدلتا تايم على الام في السي بي زائد تي اس باور ان. هل المره دي بقى هضرب في الدلتا تايم؟ انت ليه اصلا كنت بتضرب في الدلتا تايم؟ لان دول كانوا بالوات، فكنت بضرب في التايم عشان اخليهم بالجول عشان ينفع اقسمهم على السي بي اللي هو وحدته جول بير كيلو جرام سلسيوس. دلوقتي دول جاهزين خلاص بالميجا جول، يعني هما وحدتهم اصلا وحده انرجي، هي بس كل الفكره ان دول بالميجا جول والسي بي بالجول، فهنخلي الميجا جول دي جول الاول فهنضربها في 10 باور 6. قوانين الستورج مش جيفن، قوانين الستورج كلها حفظ. فانت مطلوب منك تبقى عارف الصور اللي بستخدمها في حالة لو كانت الكيوهات دي تبقى بالوات، والصور اللي هستخدمها لو كانت بالميجا جول. تمام، ندخل بقى على الشيت. ماشي، اول مسألة عندي بيقول لي ايه؟ فولي ميكست ووتر ستورج تانك. هو قلت لك دايما هقول لك فولي ميكست ووتر عشان يبقى ووتر ستورج تانك، عشان يبقى درجة الحرارة اللي فيه واحدة يعني. contains 500 كيلوغرام of water، ده الستورج ماس. has a UA product equal to 12. ال UA ده اللي هو ال U في الاريا loss، اللي هو ال term بتاع losses، مش بيديني ال U وال A لوحدهم، غالبا بيديهم لي كده ك product يعني 12 watt لكل سلسيوس. حاطط التانك ده في اوضه درجه حرارتها 20، دي T surroundings. بيقول لك the tank is examined in a 7 hour period starting from 5 am. هيبدا يعمل monitoring لدرجه حراره التانك لمده 7 ساعات كل ساعه، بداية من الساعة 5 AM. بيقول لي Q useful is equal to، مديني 7 قيم لـ Q useful بالميجا جول. هو مش هيخليني أحسب Q useful في المسألة دي، هو مديهم لي جاهزين بس وحدتهم ايه؟ ميجا جول. يبقى احنا نستخدم الصور التانية. The load is constant and is equal to 12 ميجا جول في أول ساعتين، 15 ميجا جول في الساعتين اللي بعدهم، 25 for the rest of the time. مديني Q load كمان للسبع ساعات، هو مديني 7 قيم لـ Q useful و7 قيم لـ Q load، مش هخليني احسبهم. الحاجه اللي هحسبها هي الكيو لوس بس. find the final storage temperature if the initial temperature is 45. بيقول لك عند بدايه ما تعمل مونيتورنج لو الساعه 5
كانت درجة الحرارة 45، عايز يعرف درجة حرارة الستورج تانك في نهاية 7 ساعات. هنعمل ايه؟ هنعمل جدول صغير كده نحط فيه التايم انتربلز، هو مديني ايه 7 ساعات، فاول ساعة اللي هي من 5 ل 6 بدل من 6 ل 7، من 7 ل 8 وهكذا. كمل الجدول 7 ساعات، هو مديك الكيو يوسفل لهم كلهم 7 ساعات والكيو لود، وعايز يعرف التمبريتشر عند نهاية 7 ساعات، يعني عايز يعرف التمبريتشر في التانك الساعة 12. ايه التمبريتشر اللي هو مديها لي 45 دي اللي هي الساعة 5 عند بداية التايم انترفل؟ يعني هو مديني التايم انترفل ده، ده تي اس باور ان وده تي اس باور ان بلس 1، هو مديني تي اس باور ان. السؤال ده هنعمل فيه ايه؟ بصوا بقى، هتلاقوا سؤال اول والتاني في الشيت عبارة عن جدول وبتدرس حاجة معينة على تايم انترفلز كتير. لما يبقى عندي المسألة بالطريقة دي بتجهز معادلاتك على التعويض على طول، المسألة بتبقى سهلة بس طويلة جدا، تقعد تحلها كذا مرة عشان تخلص التايم انترفلز دي كلها، فانت لازم تبقى مجهز القوانين بتاعتك على التعويض على طول عشان تقلل الوقت على قد ما تقدر. دلوقتي الفكرة العامة ايه؟ احنا المفروض هنحسب الكيو لوس، احنا هنقولها كده خطوات وبعدين نمشي في المساله. المفروض هنحسب الكيو لوس عشان لما احسب الكيو لوس هيبقى معايا 3 كيو، فهعرف احسب التي اس باور ان بلس 1. طيب لاول تايم انترفال هعرف احسب التي اس باور ان بلس 1، يعني انا هجيب درجه الحراره الساعه 6، انا عايز الساعه 12، التي اس باور ان بلس 1 في اول تايم انترفال هي نفسها التي اس باور ان لتاني تايم انترفال، لان الساعه 6 دي هي بدايه التايم انترفال الثاني، فهتجيب التي اس باور ان بلس 1 للتايم انترفل الثاني اللي هو الساعه 7، وهتبقى التي اس باور ان للساعه اللي بعدها، وهكذا هتفضل بقى تشتغلهم عليهم كلهم لحد ما تحسب التي اس باور ان بلس 1 لاخر تايم انترفل. هنعمل ايه بقى؟ بنجهز معادلاتنا ازاي؟ امشي من الاخر للاول، هو عايز التي اس باور ان بلس 1، هتكتب المعادله، طبعا هتستخدم الصوره اللي هي 10 باور 6 هنا اللي هي بتاع دولبي بالميجا جول. ايه الحاجات المتغيره من كل تايم انترفل للتاني؟ التي اس باور ان والثلاثة كيو بيختلفوا، لكن الترم ده واحد فجهزه اضربه كده وخليه جاهز. طيب الكيو لوس هي دي الحاجة الوحيدة اللي هنحسبها، هنكتب طبعا الصورة بتاعت اللي هي بتطلعها بالميجا جول، اليو في الاي دي ثابتة، تي اس باور ان دي بتتغير من كل تايم انترفل للي بعديه، التي سراوندنج ثابتة والتايم ستيب ثابتة، فبصت المعادلة خليتها جاهزة على التعويض لما بعرف التي اس باور ان على طول. هنعمل ايه بقى؟ مثلا هنشتغل، انا هشتغل معاك اول تايم انترفل والباقي بقى انت تفضل تعيده من الساعه 5 ل 6. من 5 ل 6 كانت تي اس باور ان بكام؟ كان ب 45، فهتحسب الكيو لوس وبعدين هتروح تحسب التي اس باور ان بلس 1، هنا هتبقى التي اس باور ان 45 وهتعوض بالكيو لوس اللي انت لسه حاسبها، والكيو يوسفل والكيو لود دول اللي هم اول قيمتين في الجدول، هتطلع 43.5. هتعمل جدول تحط فيه التايم انترفل والتمبريتشر عند نهاية كل تايم انترفل، احنا لسه حاسبين التمبريتشر عند نهاية اول تايم انترفل اللي هو من 5 ل 6 هيطلع 43.5، ده هيعتبر التمبريتشر عند بداية التايم انترفل اللي بعدين، فانت الرقم ده هتاخده تعوض بيه بقى في قانون الكيو يوسفل عشان تطلع الكيو لوس في تاني تايم انترفل، وبعدين تحسب التي اس باور ان بلس 1 الجديدة، والرقم ده هتاخده وتعوض بيه مره تانية عشان تجيب للتالت تايم انترفل، وهكذا هتفضل تشتغلها كده تعمل ريبيتنج ستيبس لحد ما توصل لاخر تايم انترفل، هيطلع درجه حراره التانك 109.2، ده التمبريتشر عند نهايه ال 7 اور بيريد. ماشي. طيب تاني سؤال في الشيت بيقول لي ايه؟ A solar collector system has a total area of 10 meter squared. الاريا كولكتر 10، مديني الاف ار ومديني اليو ال، اخد بالي ان اليو ال دي بتاعه الكولكتر. ذا كولكتر از كونكتد تو ا ووتر ستورج تانك اوف 500 لتر، مديني الفوليوم بتاع التانك. طيب انا عايزه الماس، احنا عارفين ال 500 لتر هو 500 كيلو جرام على طول، هنقسم الاول على 1000 عشان نخليها متر كيوب، وبعدين هنضرب في 1000 اللي هي كثافه الميه، يبقى انا معايا الستورج ماس 500 كيلو جرام، which is initially at 40، يعني تي اس باور ان في المساله دي 40. The storage tank loss coefficient في area product is 1.75، مديني اليو في الاي بتوع اللوس 1.75. The tank is located in a room درجه حرارتها 22، دي درجه حراره السراوندنجز، assuming a load flow of مديني الام دوت لود والميك اب تمبرتشر. Calculate the new tank efficient the new tank temperature at the end of each hour،
بديني جدول برضو فيه عدد من الـ time intervals، عايزني احسب له درجة الحرارة بتاعة التانك عند نهاية كل time interval في دول، واحسب له الـ overall storage efficiency هنتكلم عليها دلوقتي. هو الجدول ده فيه ايه؟ الجدول ده فيه time intervals، هنلاقيهم 6 time intervals. السؤال ده مديني الـ S، الـ S ده اللي هو الـ absorbed energy. الـ S دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن الـ GT في التاو في الألفا، اديهم لي مضروبين في بعض بالميجا جول، يبقى انا هشتغل بالصور التانية مش الأولى. والتي امبيانت، التي امبيانت بتتغير ماشي. طيب هنعمل ايه؟ قلنا مسألة فيها جدول بتايم انترفلز كتيرة، جهز المعادلات بتاعتك على التعويض على طول. فانا هكتب المعادلات بتاعت التلاتة كيو بتاعت التي اس باور ان بلس 1، اخليهم جاهزين على التعويض بتاعت الحاجات اللي بتتغير بس. الكيو يسفل عبارة عن ايه؟ ده القانون بتاع الكيو يسفل، طبعا كتبته الصورة اللي بتخليهولي ميجا جول. الاريا ثابته، الاف ار ثابته، الاس بتتغير فسيبها اس زي ما هي، ماينس اليو ال دي ثابته، التي اس باور ان بتتغير من كل تايم انترفل للتاني، والتي امبيانت هي كمان بتتغير في 3600. بعدين بصت المعادله هتلاقيها كده، هي فانكشن بقى في ايه؟ في الاس والتي اس باور ان والتي امبيانت. ده كده كيو يوسفل. الكيو لود، الام دوت لود ده رقم ثابت، والسي بي ثابت، والتي ميك اب ثابته، والتايم ستيب ثابته، فهيبقى الحاجه الوحيده المتغيره هي التي اس باور ان. وبسط المعادلة كده، انت مخليها جاهزة على التعويض على طول. الـ Q loss نفس الكلام، هتلاقي كل حاجة معاك ثابتة في الـ intervals كلها، الـ U في الـ A والـ T surroundings of time step. الـ TS power N هي الحاجة الوحيدة بس اللي بتتغير، فهتخليها هي الحاجة الوحيدة اللي هتسيبها كده زي ما هي TS power N. وبعدين بقى تكتب معادلة الـ TS power N plus 1، طبعا هنا 10 power 6 لأن دول ميجا جول. برضو تعوض بالحاجات اللي ما بتتغيرش عشان تخلي المعادلة جاهزة على التعويض. هشتغلها معاك اول تايم ستيب. اول تايم ستيب لو من 9 ل 10 كان مديني هو في الجدول الـ S اللي هي 0.65، وكان مديني التي امبيانت 14.2. هعوض هنا هطلع الـ Q يوسفل، وبعدين مديني التي اس باور ان هو اللي هي 40 دي، هعوض بيها هنا عشان اطلع الـ Q لود، وهعوض بيها هنا عشان اطلع الـ Q loss. كده انا طلعت الثلاث كيوهات، هروح لمعادلة الـ تي اس باور ان بلس 1، اعوض بالـ TS power N اللي هو 40 والثلاثة كيو اللي انا لسه حاسباهم، هطلع الـ TS power N plus 1. انا كده جبت له الـ temperature عند نهاية اول time interval. هتعيد الخطوات الاربعة دول لكل time interval، بس بتغير بقى ايه؟ بتغير الـ S، بتغير الـ T ambient، بتغير الـ TS power N. الـ TS power N بتبقى الـ TS power N plus 1 بتاعت اللي قبلها، وهتطلع TS power N plus 1 جديدة، هيطلعوا معاك بالمنظر ده ماشي. المطلوب الاخير في المساله بيقول لي احسب له الاوفرول ستورج افشنسي، دي ما اتكلمناش عليها واحنا بنشرح. الستورج افشنسي عباره عن ايه؟ دلوقتي بص كده على الستورج تانك عشان احسب الافشنسي بتاعته، عباره عن ايه؟ عباره عن الجين على الانبوت. الجين بالنسبه لي هو ايه والانبوت هو ايه؟ هي ايه الانبوت انرجي للتانك؟ الانبوت انرجي للتانك هي الكيو يوسفل، دي الحراره اللي داخله للتانك. الحراره اللي داخله للتانك دي هتتقسم على ثلاث حاجات، جزء منها هيبقى هيروح لللود بنسميه كيو لود، وجزء منها بيبقى ستورد جوه التانك بنسميه كيو ستورد، وجزء بيروح في شكل لوسز اللي هو الكيو لوسز. طيب هو انت استفدت ايه من الثلاثة دول؟ انت استفدت الكيو ستورد واستفدت بالكيو لود. فالمفروض ان الكفاءة بتاعت الستورج عبارة عن كيو ستورد بلس كيو لود على الانبوت اللي هو كيو يوسفل. طيب احنا مش بنعرف يعني مش بنحسب الكيو ستورد، احنا بنحسب اللود واللوسز واليوسفل بس. مش انت ممكن تشيل من فوق الكيو لود بلس كيو ستورد وتحط بدلها الانبوت ماينس اللوسز، اللي هو يبقى فوق هيبقى عندي كيو يوسفل ماينس كيو لوسز على كيو يوسفل، هتختصرها هتبقى 1 ماينس كيو لوس على كيو يوسفل. طبعا في كل تايم انترفل الكيو لوس والكيو يوسفل بيتغيروا، فيا اما لكل تايم انترفل تحسب الستورج افشنسي وفي الاخر هو عايز الاوفر اول فهتاخد الافريج، يا اما تعمل الخطوه دي مره واحده بس في الاخر ان انت تاخد 1 ماينس سيجما كيو لوسز انت حسبتهم للانترفلز كلها على سيجما كيو يوسفل، وانت برضه حاسبهم للانترفلز كلها، هيطلع معاك الاوفر اول ستورج افشنسي 98.6. الستورج افشنسي بيبقى رقم كبير جدا، بيبقى قريب من 100%. الستورج حاجه كويسه جدا في السيستم، يعني فبتبقى الكفاءة رقم ده منطقي جدا.